الماركة ديالنا كدوز اول حاجة كاين لي صوان قبال الماكياج كاين شحال من حاجة. المهم دابا حنا كملنا الماكياج ديالنا كملنا الماكياج ديالها ومن بعد دابا دخلنا ليها في الشعر انه شوية كيبان لكم قصير ومضرر وهذا غادي نديرو ليه بطبيعة الحال غنديرو ليه نزيدوها الشعر وهذا باش يبان شعرها مزيان وباش ميبان فيه حتى شي مشكل. ومن بعد غادي نديرو ليها القفطان المغربي الاصيل وغادي تبقاو معنا ان شاء الله وتشوفوا. مرحبا بكم. من خلال التعامل ديالنا معها غادي نحسوا بها واش مرتاحه ولا ما مرتاحاش، غادي يعجبها راسها، غتفاجئ بالماكياج ديالها كيفاش طلع، ولا ما كانتش مرتاحه بطبيعه الحال غتبان لنا ما مرتاحاش. طريقه العمل ديالي انا كتجهد ديال العروسه ما كنعتبرهاش جايه عندي شداني بواحد المبلغ، كنعتبر راسي انا من البيت ديالها باش اني نخليها هي مرتاحه ونعطيها واحد الصوره زوينه على النقافه. ديالنا تطور ومشى بعيد وخدا الصدد ديالو، تطور في اللوينات في الخياطه ديالو في كل شيء، ودابا رجعنا لهداك الشيء القديم ولكن ضفنا فيه حوايج جدادين باش نحطوا عليه واحد اللمسه زوينه. وهانتوما كما تتشوفوا حتى اللوينات حتى هما مختلفين، اللوينات يعني ما كانوش قبل دابا راهم، واخا الموديل راه قديم ولكن لون جديد. هذا هو الاضافات اللي كاينين دابا في البلدي، ان لاعبين على اللوينات شاعلين. اغلبيه العروسه كتبغي التكشيطه تكون الطاي ديالها، ما كتبغيش تكون بلا طخين، وهذا اغلبيه رجعوا للتكشيطه سامبل. المهم احنا العروسه كنمشيو معاها دقه دقه باش نفهموها وحتى هي غادي تفهمنا، احنا نوصلوا لها المعلومه والاختيار الاخر كيبقى لها وحنا كنتعاونوا معاها حتى كنقنعوها. المهام ديال النقافه كيكون اكثر من الدور ديال مامة العراسه، كتكون معاها مرافقه معاها من الاول حتى الاخر، كتكون العروسه مضغوطه يعني الدور ديالها انها ماشي غير تحطها في واحد اللمسه زوينه قدام الناس ديالها، لا الدور ديالها انها كدعمها نفسانيا وكل شيء. داكشي اللي خصها الصوره اللي خصها تبان فيها زوينه النقافه كتلعب واحد الدور كبير فيها، ماشي النقافه كتادي الدور ديالها انها غتاخذ واحد الاجر، لا النقافه خصها تادي الواجب ديالها حتى في العامل النفساني مع العروسه. دائما حنا كنسقوا التكشيطه مع لي زاكسيسوار، ما عمرنا ما غادي نحطوا شي حاجه اللي ما موالماش مع اللبسه، يعني الا ما كانش ضروري هاد اللبسه انا منسقه مع هاد لي زاكسيسوار، ميمكنش نخدموا عشوائيا ونجيبوا لي زاكسيسوار مثلا روميين نحطوهم مع تكشيطه فيها في صاله بلديه، دائما كنبقاو في التناسق. التناسق هو كيبقى ان تكشيطه بلديه ياك، هو هاد الفصاله وهاد الديزاين كان قديم ولكن رجعنا ليه حاليا، ولكن رجعنا ليه بواحد الصوره زوينه وبواحد الطريقه فنيه. اذا شنو كنحطو تكشيطه بلديه، غنحطو على لي زاكسسوار بلديه من المضمه للبروش للتاج الحلاقات، ونقدروا نديروا واحد اللمسه اخرى من ايفيتيو هاد لي زاكسسوار ديال العنق باش تجينا واحد اللمسه زوينه حتى عصريه في نفس الوقت روميه.
هذا قفطان من القفاطن اللي متميزين، وقفطان متطور بالاحجار الكريمه ديالو، بالخياطه البلديه ديالو. هذا كيبقى بروكال، ياك بروكال متميز، وبالخياطه ديال المعلم بطبيعه الحال بالاحجار الكريمه اللي فيه، وخياطه اللي هي متقونه بزاف ديال المعلم، خياطه متميزه في صاله متميزه. انا بالنسبه ليا كله متميز، قفطان معنى الكلمه. ديالنا تاثر بزاف، وبالنسبه للكيب اللي خدام معنا، بالنسبه قاعات، بالنسبه كاع الناس اللي كاينين في الدومين، كلشي تاثر. وتنتمنوا ان شاء الله مستقبل مع هاد الحكومه الجديده وهاد التلقيح اللي خداتو البلاد، وهذا تنتمنوا ان شاء الله مستقبل زاهر. تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.